قالوا تعرض عنا ولا ما عنده فكان دايما حكي إذا اليهودي اللي بيصاحبه رد عنده وتحمم عنده كل شيء وهي عوائيه وقول يعني اخوي يعني مش اقول اخوي يعني اخوي بعرس بعد هيك كان اليهودي نام عند المسلم اليهودي نام عند المسلم بعد ما هي له كل اسباب الراحه والحمام نقدر ليه سعيد يعني ثاني يوم الصبح قال له بدي اطلع مع عسكر قال له اطلع وابوي العربي بعث يكون يهودي عربي بعث يهودي قام ما يتجول قام ما ايش ما يتجول عشان عربي بعث يهودي عمل منع تجول عربي بعث يهودي خوجا يا عمل منع تجول طلع اليهودي رتب عليه بس مش على الساح طلع يعني يمشي بس فيه الان مش وظيفه اليهودي العسكريه أتلو فيرا رايح لهم رايح على القسم تاعي على المكان شغل وخذ واستخد هذه المخالفات اجي نظام اليهودي الشرطه العسكريه قال له سجل قال له ما عملتش شيء قال له سجل مخالفين لانك مش حامل سلاح مخالفين لانك نمت عند عربي مخالفين لانك كنت عند عربي مخالفين لانك طلعت من الجو مش حامل سلاح مخالفين لانك طلعت من الجو ضرب سبع مخالفات ورا بعض قال له خذهم وروح على ما كان شغله يعني مخالفات ايش على خمس ايش وتم رايح قال له خذهم خذهم ايش خذ مخالفات معك خذ مخالفات معك تبع مخالفات كله من بعبوص العربي ها كله من بعبوص الاكل من العرب كله من بعبوص الاكل من العرب خذ جاي انا والله العظيم وحياة الله وحياة محمد عليكم انا طالع المدرسه ومروح على البيت مروح على البيت الكيتين بيشتروا يهودي جاي كوس بيشتروا كوس يعني عرمزوا عندي على الغداء سلمت عليهم كل شيء مرحبا مرحبا ما ديت في يهودية حلوة وناعمة طرية طرية حلوة وناعمة طرية ما ديت اللي على صدرها مسكت تنبزها أجمل ما تمسك يداي رب العباد أجمل ما تمسك يداي بحياتي لو ماسك ذهب ما هو هيك لا والله أجمل ما تمسك يداي بهني عليها وأعطيها قالت له ما بعطيني إياها زوجني يا بنيكني يا إما ما بعطيهوش إياها وطلعت اليهودية يا إيش أعرف مني طلعت إيش أضغط منه قالت يا بتزوجني بنيكني يا إما ببعثوش يا مدى الحياة تعطيكاش إيش؟ تعطيناش محنة؟ شو اسمه بزة يعني بزة علم علي يعني بزة اللي بسكتت هي كأنه عقلت هي إنه اللي بزة لا تطني هي السرعة لا تشتني ضربتني اللي ضربتني